الرحيم، الأخوات والأخوة في إدارة مركز الرافدين للحوار، سيدات والسادة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويسعدني أن أكون من المتحدثين في جلسة الافتتاح في هذا المركز الفاعل الذي كان دائماً سباقاً إلى عقد طاولات الحوار الجادة والجريئة، وظل على الدوام منبراً للكلمة الحرة والمهنية، وبقى طوال مسيرته نموذجاً في الاعتدال ومروجاً لخطاب التسامح الذي نحتاج إليه في هذه اللحظة الفارقة والحساسة في تاريخ العراق. وحين أشكر مركز الحوار والعاملين والمنظمين لهذا اللقاء، فأنني بالضرورة أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل الآراء والأفكار والمقترحات التي صدرت عن اللقاءات السابقة والتي ستصدر لاحقاً، كونها تصب في معالجة الحالة الراهنة على نحو يستحق الاحترام والتقدير. كما لا يفوتني أن أعبر عن بالغ الأسف لما تعرض له مركز الرافدين خلال الأيام الأخيرة من اعتداء يدل على أقل تقدير على جهل الفاعل بدور التفكير والتنظير في صناعة القرار والتمهيد لخلق الحلول. فمراكز الدراسات في كثير من الأحيان تكون بديلاً فعلياً عن السلاح، وحين نتجاوز الحوار فهذا يعني أننا عبرنا بلا حسابات إلى صف المواجهة والتناحر والصراع، وحين ذاك نكون قد حكمنا على المستقبل بالظلام وعلى الأجيال القادمة بالضياع. السيدات والسادة، إن خارطة الحلول التي يمكن أن نبحثها في هذه المبادرة التحليلية يجب أن تستند إلى الواقع الذي نعيشه بكل تجلياتها التي نواجهها، بما في ذلك زخم الفشل الذي تكرر خلال السنوات الماضية، وإن كان هنالك الكثير من النجاحات الكثيرة التي حققتها الدولة العراقية، فإن التغاضي عن هذه الأخطاء ستجعلنا أمام أصعب الحلول وأكثرها تعقيداً. لذلك يجب أن تكون حلولاً واقعية لا حلولاً ترقيعية، لا تراعي الحالة العراقية ولا تنطلق من حاجاتها التي أصبحت ماسة جداً وضرورية للغاية. ولذلك فإنني أجد أن أنجع الحلول هي الأكثر صراحة وإن كانت الأكثر قساوة. الأخوات الأخوة الحاضرون، إن تهميش أو تحييد أي لون اجتماعي أو سياسي عن مشهد الحل في المرحلة القادمة يعني أننا نتعمد تضميد الجروح بلا معالجة، ويجب أن يكون هنالك رأي واضح للشباب العراقي الذي أسس لحركة تشرين في المظاهرات الأكثر فاعلية التي مرت بتاريخ العراق المعاصر، واعتقادنا أننا استطعنا إخفاءها عن الأنظار، فهذا الأمر لا يمكن التجاوز عنه. لا يتم إخفاء هذا الحراك الشعبي عن الأنظار، حتى وأن تأجلت المعالجة يجب أن تكون هنالك معالجة حقيقية ومعالجة المشاكل الكارثية التي قد تؤدي إلى مشاكل أعمق لا سامح الله. قد تكون الانتخابات النيابية التي ستجري قريباً إحدى الحلول المرحلية المهمة، ولكن السؤال الجوهري الذي يواجهنا، هل ستشكل هذه الانتخابات الحل النهائي أم أننا يجب أن ننظر إلى الانتخابات على أنها وسيلة ممهدة ومهمة للمرحلة الاجتماعية والمرحلة السياسية القائمة التي ستمنحنا الفرصة للشروع بخطة الإصلاح وإيجاد الحلول المناسبة التي تتطلب من الجميع تنازلات كبيرة؟ وبغير هذه العقلية وهذا الاستعداد لا يمكن أن نجد طريقاً للحل. تمنياتي لكم جميعاً بالموفقية، وأكبر فيكم هذه الروح الوطنية في البحث والتحليل للوصول إلى فرصة تاريخية قادرة على صناعة المستقبل الذي نطمح إليه جميعاً. كما أتمنى لجميع الباحثين والمشاركين النجاح في أوراقهم البحثية التي نرى أنها في حقيقتها جهود كبيرة ونوعية في هذا الإطار، وكلنا أمل أن يدرك صانع القرار أهميتها ويمنحها الفرصة الحقيقية لتسلك طريقها إلى ميدان الحلول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. شرف كبير لي أن أكون في هذا المؤتمر القيم بعد المؤتمر الذي كان قيماً أيضاً أمس في بغداد. أنا جئت من لبنان، من بلد للأسف ينهار إلى بلد يحاول بصعوبة ولكن بجهد وبسعي كبير القيام من الانهيار. ونحن مثلكم نحتفل بمئة عام على ولادة الدولة اللبنانية، ولكن مثلكم أيضاً دمرت هذه الدولة بالاقتتال، بالإرهاب، بالطائفية، بالفساد. كنت أحب كلبناني أن أجد علم بلادي في قمة الأمس وقمة اليوم، ولكن لا بأس، ربما ظروفكم منعت، وطالما أن هناك علماً عراقياً خلفي والأعلام العربية فأنا أعتبر أن وطني ممثلاً عندكم. شكراً جزيلاً لكم بجميع الأحوال. جايب لي حاول. يسعدني أيضاً أن أستضيف رئيس مجلس النواب السيد العزيز محمد الحلبوسي، ولا أدري من ورطك بالمقابلة معي، فأنا لا أجامل ولا أساير، إذن سنطرح كل الأسئلة التي تطرح. طيب، في البداية كنت أصغر رئيس مجلس نواب، وصلت إلى هذه الصفة وفق تعريفات عديدة منها البي بي سي مثلاً، وقلت في أول تصريح لك نحن لن نكتفي بالكلام وإنما سنفعل، لأننا مللنا مما حصل في السابق، سنفعل على المستوى التشريعي والتنفيذي وما إلى ذلك. هل فعلت شيئاً أم فشلت على رأس مجلس النواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً جزيلاً لجنابك، ورحب بك في بلدك الثاني العراق، وتأكد دائماً أنه لبنان في قلب كل عراقي، واللبنانيين متواجدون مع أخوانهم وأشقائهم العراقيين حتى وأن حدث بروتوكولياً ما موجود العلم اللبناني، فتأكد أنك بين أخوانك وبين أهلك، ولا نتمنى إلا الخير لهذا البلد الشقيق. وجنابك سويت مقاربة ما بين الحالة اللبنانية والحالة العراقية، صحيح. تأكد أنه كلما كان العراق قوي ويقف لمواجهة التحديات سيقف من خلفها أشقائها الآخرين، ومنها لبنان، ستنهض بنهوض العراق إن شاء الله. إن شاء الله. ولذلك كنا نتمنى أن يكون. الله يحفظك. تفضل. الدورة الانتخابية تختلف عن الدورات السابقة بحكم أنه هي الأقصر عمراً. نعم. مجلس النواب صوت على حل نفسه تقريبا. نعم، للمضي بانتخابات مبكرة استجابة لمطالب المتظاهرين التي هي مطالب حقة. أطلق الشباب العراقي المتظاهر صرخة يطالب بها بتعديل الأوضاع، بتعديل الظروف، وكان لهم رأي واضح وصوت مسموع. عملت القوى السياسية على المضي بحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة ومحاولة معالجة المشاكل التي مرت في العراق طيلة السنوات السابقة. ممكن أعتبر هذه الدورة هي الدورة الأكثر احتكاكاً بشكل مباشر مع المواطن. في السنوات وفي الدورات السابقة كان العراق يعاني خطر الإرهاب، وبالتالي المواطن سكت كثيراً على يعني على أمور هي أمور استحقاق للمواطن، تتعلق بخدماتها، تتعلق بالوظائف، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بمفاصل كثيرة، مراعاة لانشغال الحكومة وانشغال المؤسسات العراقية منها التشريعية بالجانب الأمني. نعم، ولكن يعني أخ الرئيس، نحن نسمع في كل الدول عن مشاريع، ونسمع في العراق عن مشاريع كثيرة، مشاريع إصلاحية، وتحديداً في داخل مجلس النواب، ولا أدري إذا كنتم تلاحظون أكثر الدول التي تجري فيها حوارات ومؤتمرات حوار هي التي ليس فيها حوار للأسف. نعم. حقيقي. لذلك أنا سألتك، هل حققتم شيئاً ملموساً في خلال رئاستكم للبرلمان في خلال السنوات الثلاث الماضية؟ لو كان هناك نقاط محددة حبذا لو تقولها لنا. يعني النقاط كثيرة بإمكان جنابك أنه تطلع عليها. مثلاً أبرز النقاط. نعم. مجلس النواب شرع قانون الإدارة المالية وتعديلات قانون الإدارة المالية المعطل كثيرة. شرع قانون التقاعد اللي بعض ممكن البعض تضرر من عنده، اللي هو قانون التقاعد الموحد، ولكن هذا سيعالج مشاكل كثيرة مرت في قانون التقاعد سابقا، وأيضا ستمنح وتفتح الباب مستقبلا ل يعني تجديد الدماء في مؤسسات الدولة العراقية. قانون الانتخابات على مستوى الدوائر
أو المرشح الفردي. في السابق كانت انتخابات على مستوى القوائم. نعم. الآن النائب أو المرشح للفوز بعضوية مجلس النواب بإمكانه أن يرشح منفرد، والأصوات هي الأعلى أصواتاً دون المرور باستحقاقات النظام الانتخابي السابق اللي كان يعتمد نظام القوائم. مفوضية انتخابات جديدة من القضاة بعيداً، تشكيلها بعيداً عن الأدوات السياسية اللي كانت تشكل بها سابقاً، بالإضافة إلى يعني قوانين كثيرة تتعلق بالوضع الاقتصادي، تتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية، علماً أن الظروف اللي ما سمحت لي أكمل عليها، الظروف اللي مرت على هذه الدورة الانتخابية هي تختلف عن الدورات السابقة. العراق مر بحكومتين خلال هذه المرحلة، ومر بفترة حكومة تسيير الأعمال، فأصل القوانين تأتي من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية باعتبارهم السلطة التنفيذية مشتركين، هم من يرسلون القوانين. مجلس النواب من مجمل 100 قانون وصل إلى من السلطات التنفيذية بشقيها شرع أكثر من 80 قانون في هذه الدورة. طيب. سيد حلبوسي، لو سمحت لي، لأنه فخامة الرئيس ربما فصل الكثير من النقاط المهمة وتحدث بحكمته المعهودة عما هو منتظر وعما حصل. الآن يعني أنا جئت إلى العراق منذ يومين وأستمع إلى الكثير من الناس في انعدام ثقة، أولاً بشكل عام بالمؤسسات السياسية، وانعدام ثقة أيضاً بقسم كبير من التجارب الانتخابية، وهم يخشون أيضاً أن تكون هذه التجربة كسابقاتها، بمعنى هناك كتل سياسية مبنية على أحزاب على تركيبات معينة هي بنهاية الأمر ستعود إلى مجلس النواب بشكل أو بآخر. كيف يمكن أن تقول للناخب العراقي اليوم، خصوصاً الذي تظاهر ضد كل ما حصل وكان غاضباً وناقماً، ماذا تقول له اليوم؟ ما الذي سيتغير وسيصبح صوته فعلاً هو له وليس لتكتل معين ربما لا يعجبه؟ لا لا، أولاً النظام الانتخابي لا يقيد الناخب. الآن من صار النظام الانتخابي على مستوى الفرد المرشح مو نظام قوائم، أول الحل يبدأ من الناخب. إذا ما ذهب الناخب وأدلى بصوته لمن يعتقد أنه هو مناسب لهذا المكان، بالتالي راح تكون هي بداية الخطوات السليمة لمعالجة مشاكل كثيرة مرت بالعراق. أما أن ينتظر الناخب ولا يذهب إلى الانتخاب، لا، ليس بإمكانه أن يقول أنه المرشح الفلاني أو الفائز الفلاني هو جزء من حزب أو جزء من مؤسسة أو جزء من منظومة قد لا تروق له. عملياً يجب على الناخبين أولاً اختيار ممثليهم، والآن لا يتمكن أي حزب بحكم أنه نظام القوائم يعني انتهى والآن مرشحين فرديين أنه يغير من إرادة الناخب. بإمكان الناخبين أن يمضون أولاً لمعالجة الأخطاء التي يعتقدون يجب معالجتها. الأمر الثاني، الأمر الثاني لا يمكن أن يستمر أو تستمر طريقة العمل بالأداء السياسي نفس ما كان سابقاً. نحتاج إلى عقد سياسي جديد، ونحتاج أن تكون هنالك رؤية واضحة للقوى السياسية، لأن فيما لو القوى السياسية تراجعت ولم تتمكن من تقديم ما عليها أمام مواطنيها، بالتالي النظام السياسي كله في مشكلة. طيب ما نعاني، ما نعاني، ما نعاني في العراق. يعني عم نتحاور سيادة الرئيس. ما تخليني أوصل لك، ما تخليني أوصل لك الفكرة. نعم. ما نعاني في العراق. نعم. من غياب المذهب السياسي للدولة، لإدارة الدولة العراقية. وأنا تحدثت الآن في كلمتي إنه الانتخابات هي وسيلة راح يتم بها فائزين، يجب أن يكون هنالك مذهب سياسي للدولة العراقية. خلي يحتفظ الجميع بهوياتهم الفرعية المذهبية القومية الطائفية، ولكن إدارة الدولة بحاجة إلى مذهب سياسي. طيب يتفق عليه أغلبية المشكلين للعملية السياسية إذا مو العدد الأكبر. ممتاز. وأنا آسف لأنه رح قطعك كل الوقت لأنه سنتحاور. تتحدث عن عقد سياسي، والسيد عمار الحكيم تحدث بخطبة ممتازة قبل أيام عن عقد سياسي اجتماعي. طيب نستمع إلى هذه العبارة منذ فترة، ماذا تعني بالعقد السياسي؟ يعني ما الذي سيتغير عملياً؟ أنه سنلغي الطائفية، سيكون الانتماء إلى الوطن، ليس إلى الطائفة، ليس سنياً، شيعياً، كردياً، عربياً، ما هو العقد السياسي؟ غياب الهوية السياسية للدولة، وهذا يحتاج بصراحة إلى يعني مبادرة سياسية من القوى السياسية، ويحتاج إلى تعديل دستوري. اسمح لي، ولكن هذه شعارات. لا، كيف تطبق؟ يعني أعطيني مثال يطبق عمليا. ما ممكن جنابك تصفها بأنها شعارات وهي في طور، يعني في طور التطبيق. الآن القوى السياسية تعي جميعا أهمية
تشكيل عقد سياسي جديد، مو فقط تشكيل حكومة عراقية أو انتخاب رئيس مجلس نواب أو اختيار رئيس وزراء أو انتخاب رئيس جمهورية ونمضي بنفس الآليات التقليدية. الآليات التقليدية لا تؤتي أكلها. قبل أيام وقعت القوى السياسية، أغلب القوى السياسية العراقية، وثيقة في أحد بنودها المضي بالتعديلات الدستورية. ما لم يكن هنالك عقد سياسي جديد وأكرر مذهب سياسي للدولة العراقية، خل يحتفظ الجميع سني شيعي كردي تركماني مسلم مسيحي، خل يحتفظ بهويته، ولكن تلغي منظومة الدولة، منظومة الدولة تدار بفريق سياسي مو من نفس اللون مو من نفس الطائفة يكون الكل مشتركين به، وهذا بصراحة يحتاج إلى تعديل دستوري. ما لم تتعدل المادة 76 من الدستور التي تحدد الكتلة الأكبر، ما لم نصل إلى أولى حلولنا، ما الذي منع من تعديلها حتى الآن؟ التعديل يحتاج إلى آليات دستورية. الآن القوى السياسية متفقة على المضي بتعديل الدستور، أنه الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي اللي تشكل بعد الانتخابات، وبالتالي يسمح للقوى السياسية بالمناورة بعد نتائج الانتخابات ويختارون من يروه مناسباً لرئاسة الحكومة العراقية. نحتاج إلى إعادة النظر بهذه الفقرة دستورياً، والمضي بعد تعديل الدستور باختيار أو أن يتم اختيار الحكومة من خلال الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي تتشكل قبل الانتخابات وتفوز في نتائج الانتخابات. هذا راح يسمح لنا، أولاً يسمح للقوى السياسية بالعمل ببرامج مو بهويات طائفية وفرعية. لا أدري سيد حلبوسي إذا كنت حضرتك طورت أفكارك أم تطورت الحياة السياسية في خلال الأشهر الماضية. نعم. لأنه أنا قرأت لك، حضرتك تتحدث حالياً عن عقد سياسي. نعم. وعن مذهب سياسي للدولة، وهذا يناقض تصريح سابق تقول فيه من مصلحة العراق أن يكون فيه رئيس الجمهورية سنياً ليحظى بدعم عربي كبير ويستعيد حاضنته العربية. ممتاز، ولكن هل الشيعي أو الكردي لا يستطيع أن يستعيد الحاضنة العربية، فقط السني مثلاً؟ يعني مشاركة الجميع السني والشيعي والكردي وكل الهويات العراقية هذا أمر ضروري في معادلة الدولة العراقية، ولكن ما أقصده كمذهب سياسي وأقصده كفريق سياسي حاكم عنده برنامج سياسي يعمل به وفق آليات بناء الدولة، مو وفق آليات خدمة مكون أو خدمة طائفة أو خدمة قومية. بما يتعلق بهذا التصريح هسه اليوم أنا الحمد لله عرفت من جابك قابلني. إذن ليس لديك، عرفت هسه من اختارك للمقابلة. إذن ليس لديك مشكلة أبدا بأن يكون الرئيس سنيا أو شيعيا أو كرديا. لا ما عندي كل مشكلة. المهم أن يكون انتماؤه هو طنيا. لا ما عندي كل مشكلة، ولكن بصراحة أتحدث بهذا الشأن. اليوم إخواننا في إقليم كردستان، إقليم له طريقة في إدارة الدولة بحكم الدستور، حتى الدستور عندهم في داخل إقليم كردستان، ولهم تمثيل سياسي على مستوى رئاسة الإقليم في كل المحافل. تحضر رئاسة الإقليم مع رئيس الجمهورية في حضورها إلى يعني الفعاليات العربية والإقليمية وحتى الفعاليات الدولية. ما هو المانع أن يكون أخوه وشريك العربي سواء كان السني أو الشيعي يحضر في هذه المؤتمرات؟ ما يصير التمثيل الدبلوماسي مرتين لفريق، ممكن يكون لفريق وفريق آخر بإمكان أن يتحرك بمرونة. في فترة من الزمن كان عندنا رئيس الجمهورية كردي وكان عندنا وزير الخارجية كردي وحاضر كاكوشيال كان موجود، كان فاعل في إدارة الدولة. لماذا يشعر مكون بالدولة العراقية أنه ما مسموح له أنه لا يكون وزير خارجية ولا مسموح له يكون رئيس جمهورية؟ هل هو ذنب هويته؟ تسألني؟ أسأل سؤال عام. أنا أسأل التجربة إذا تسمح لي. إحدى مشاكلنا في التجربة السياسية اللي أقول يجب أن يكون لدينا مذهب سياسي لإدارة الدولة، أنه إحنا استنسخنا تجربة عانيتوا منها كثيراً أنتم اللبنانيين. صحيح. أنه تحديد هويات من يكون رئيس وزراء وهوية من يكون رئيس جمهورية وهوية من يكون رئيس برلمان، وأصبحت وكأنه ورث وحكر لفريق دون فريق آخر. طيب فليش نستنسخ تجربة هي ما لم تؤتي أكلها؟ طيب ممتاز. نعم. سيد حلبوسي تتحدث وفي لبنان يتحدثون وفي دول عربية عديدة الآن إنه العودة إلى الحضن العربي. طيب ممتاز، من الذي يمنع العودة إلى الحضن العربي؟ وماذا تقصد بالعودة إلى الحضن العربي؟ وهل يعني خليني أكون صريح أكثر، هل تشعر إنه العراق
حالياً في دور إيراني كبير يمنع الدور العربي؟ وبتمنى أنك تجاوبني بصراحة. خلص مجلس النواب الآن في نهاية عهدك. لا بالتأكيد التأثيرات الإقليمية فاعلة في الوضع العراقي وأيضاً بوضع المنطقة، والبلدان تدافع عن مصالحها، وممكن أنه يعني بحكم عملها للدفاع عن مصالحها وتترك مصالحنا إحنا كبلدان. اليوم بالعراق أكو تدخلات إيرانية، أكو تدخلات أمريكية، أكو تدخلات تركية، في لبنان أكو نفس التدخلات. ما لم نعالج وضعنا كبلدان وترجع تقوى بلداننا بحد ذاتها، لا يمكننا من توقف تدخلات الآخرين. هم لهم حقهم هاي البلدان، يقول لك أنا أحفظ مصالحي، أنا أحفظ أمني، أحفظ حدودي، حفاظاً على يعني هوياتهم وحفاظاً على مصالحهم العليا. إذن إحنا متنازلين، إحنا كعرب متنازلين في بعض الأوقات عن مصالحنا العليا. أوكي، إذن تعتبر العلاقة الإيرانية العراقية الحالية، الوجود الإيراني في العراق هو تدخل في شؤون العراق؟ بالتأكيد، ودفاع عن مصالحهم، مو فقط هم. طيب. هم وكل الدول اللي تتدخل بالشأن العراقي هي مو لمصلحة العراق، أمس هي لمصالح بلدانها. أوكي، أمس التقيت بوزير خارجية إيران السيد عبد اللهيان، هل قلت له هذا الكلام؟ يعني هل يمكن أن نعرف، هل يمكن أن نعرف منكم يعني جوهر الحوار الذي حصل معه؟ في كل حديث نتحدث به مع دول الجوار نؤكد لهم جميعا أنه استقرار المنطقة يكمن باستقرار العراق. كل ما كان العراق قوي ينعكس على هذه البلدان يعني إيجابا. البعض منهم يعتقد بعد عام 2003 أنه العراق القوي هو يقلق المنطقة، سواء كان الجوار الإيراني أو الجوار التركي وحتى في بعض الأحيان الجوار العربي، كان يعتقد أن قوة العراق قد تشكل تهديداً على هذه البلدان. اليوم نتحدث معهم وفي كل وقت نتحدث معهم، العراق أشبه بالسد للمنطقة. كلما كان هذا السد منيع، البلدان اللي تحيط بالعراق ستكون في مأمن. الإرهاب اللي صار في العراق ما كانت البلدان المجاورة للعراق في مأمن، المشاكل الطائفية اللي صارت بالعراق لم تكن البلدان المجاورة في مأمن، المشاكل بشكل عام اللي صارت بالعراق لم تكن البلدان المجاورة في مأمن. طيب سيد حلبوسي، كان العراق قوي، هل يشارككم هذا الشعور قسم كبير من العراقيين؟ يعني اليوم لو سألنا العراقي إن كان مسؤولا أو مواطنا وقمنا بمقارنة بسيطة، هل تشعر أن الدور الإيراني كان سلبيا في العراق مقارنة بالأدوار الأخرى مثلا العربية أو التركية؟ اسمح لي، هل تشعر أنه رأيك معمم في العراق؟ أنا أسألك لأني سمعت رأيا آخر. نعم. وأمس كنا في نقاش مع مجموعة من الأصدقاء، البعض يقول لا، إيران ساعدتنا في محاربة الإرهاب، إيران ساعدتنا في ضرب داعش، إيران كانت هنا حين غاب جزء كبير من العرب. السؤال هو لك حاليا كرئيس مجلس نواب وكان عندك علاقات جيدة في الآونة الأخيرة، هل تشعر أنه نحن نستطيع أن نقارن كعرب الحضور الإيراني بالحضور العربي في العراق أم تميز بين الاثنين؟ وأرجو أن تجيب بصراحة وليس بدبلوماسية. بصراحة أجيب، في فترة من الزمن غاب الدور العربي عن العراق، والآن نتحدث دائما عن ضرورة أن يكون العراق فاعلا في ساحة العربية وأن يساهم إخوان العرب في دعم وتقوية العراق. الآن خلال السنوات الأخيرة لمسنا حراكاً أكثر جدية من الأخوة العرب في دعم الدولة العراقية بكل مؤسساتها. نعم. ممكن أصنف لك التأثير الإيراني أو التأثير الآخر، أرجع أقول لك أنه هي بلدان تدافع عن مصالحها. التأثير الإيراني هو إيجابي لمصلحة إيران وليس لمصلحة العراق، والتأثير التركي هو إيجابي لمصلحة تركيا وغيرها من الدول حتى ما فيها الدول الغربية. أي تأثير البلدان تعمل وفق مصالحها. الآن إيران من تساهم أو أي دولة تساهم بحفظ أمن العراق، هي تساهم تلقائياً بحفظ أمنها. الأردن ساهمت مع العراق في الحرب ضد داعش، هي نعم الجوار الحسن ولكن في نفس الوقت هو تأمين لحدودها. ما إذا مول العراق يغلب مصلحته الوطنية العليا ولا بأس، احنا نريد البلدان الأخرى تستقر، أنا أريد الدول كل جوارنا يستقر، كل مناطقنا تستقر، بلدان العربية، سوريا، لبنان، إيران، اليمن، البلدان الأخرى، تركيا وكل البلدان المنطقة، الخليج يجب أن يستقر، ولكن لا استقرار دون استقرار العراق. أوكي. جوار العراق
وبصراحة أتحدث، فكر غلب مصالحه على مصلحة العراق، وبالتالي الكل متضرر. ما لم يساعد جميعا بتقوية وضع العراق وإعادة دورة المحوري والإقليمي، ما راح تكون هنالك حلول سريعة لهذه المشكلة. طيب، فخامة رئيس الجمهورية تحدث قبل قليل عن الغائب الحاضر في قمة الأمس سوريا، وتفضل بالتذكير بدور سوريا باحتضان المعارضة العراقية ومساعدة سوريا للعراق في أوقات صعبة في الواقع، ولكن بدبلوماسيته وخطابه الجميل لم نعرف تماماً. لماذا لم تحضر فعلياً رسمياً، يعني عدماً أو منعاً للإحراج مع الدول الحاضرة؟ وهل تقبلت دمشق هذا الغياب من قبلكم؟ وحضرتك شخصياً، هل كنت تريد أن تكون سوريا حاضرة أمس؟ ممكن هذا السؤال يجيبون عنه السلطة التنفيذية، لأن هم دخلوا بتفاصيل المؤتمر، وكان مجرد عقد المؤتمر في بغداد هو يعني خطوة إيجابية لإعادة وضع العراق إلى وضع الدولي والإقليمي الطبيعي، وخطوة يشكر عليها الأخ رئيس مجلس الوزراء وحتى الأخ رئيس الجمهورية. ولكن من عقدة كسلطة تشريعية عقدنا مؤتمر دول جوار العراق، سوريا كانت أول الحاضرين، صحيح، بحضور الدول الأخرى. ولذلك بما يتعلق بغيابهم يوم أمس، ممكن هذا الموضوع يسأل به السلطة التنفيذية، وأكيد عندهم جواب بهذا الشأن. يعني واضح حتى الآن أنه منعاً للإحراج في ما أعرف سألهم. لا تستطيع أن تكون، صار لك ساعة هكذا فهمنا وقت تحدث فخامة الرئيس. طيب أجاوبك بصراحة. نعم، أتمنى، يا ريت. بما يتعلق بالملف السوري، لأن هذا شيء أنا أؤمن به، سوريا ساعدت العراقيين بسنوات متعددة. نعم. المعارضة العراقية الآن اللي موجودة بالسلطة ساعدتها سوريا، النازحين من وجود القاعدة في فترات عام 2005 و6 و7 و8 احتضنتهم سوريا، وأنا أول الناس اللي كنت من تصير مشاكل في مناطقنا أتحرك أطلع السورية. نعم. لم توفي الدولة العراقية الحديثة بعد عام 2003 الالتزامات الأخلاقية مع سوريا. قد تكون عندنا مشكلة مع تصرف للنظام الحاكم هنا أو هناك، بس يجب أن نقف جميعاً مع الشعب السوري. الشعب السوري احتضن المعارضة العراقية واحتضن كثيرين من أبناء الشعب العراقي، ويوم اللي جونا بال2010 رادوا يدخلون أيام يعني دخولهم إلى العراق خليناهم في مخيمات، ما سمحنا لهم بالدخول مع الأسف إلى مدن وأحياء العراق. ما كان عندنا موقف إيجابي مع الشعب السوري كما كان للشعب السوري موقف إيجابي معنا. طيب لو سمحت لي، ويعني أعتذر منهم أنه قد تكون ظروفنا خلال الفترة السابقة ما سمحت لنا نكون إيجابيين معهم. اسمح لي في بعض الأسئلة التي تطرح الآن أيضا حول قمة الأمس، والتي أي عربي في الواقع يفرح بها لفرح العراقي بها، لأنها أعطت مؤشرات جميلة حول قدرة العراق على جمع التناقضات ومد جسور الحوار، وهذا مطلوب في عصر الفتن والفوضى. ولكن يعني قرأت اليوم بعض التعليقات أنه فلسطين غابت عن القمة حتى في البيان الختامي، وأيضا كان كأنه في نوع من الإحراج الحديث عنها. حين تحدث فخامة الرئيس عن فلسطين قال، أو سيادة الرئيس قال، أنه لا، نحن لن نذهب إلى التطبيع وفلسطين مركزية، ولكن خارج بيان القمة. هل هذا في غير مكانه كان؟ هل كان ثمت سبب لعدم ذكر فلسطين في القمة؟ الحديث اللي كان في المؤتمر هو حديث لدعم العراق، وحديث يعني يتعلق بوضع العراق الأمني والاقتصادي والسياسي. نعم. لا يغيب عن ذهن العراقيين سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو التشريعية وحتى المواطنين العراقيين القضية الفلسطينية. القضية الأساسية لنا كعراقيين هي القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الكاملة، وهذا الأمر مسلم لدى العراقيين جميعا. ولكن ربطه بموضوع المؤتمر يوم أمس، هذا الموضوع ما أعتقد أنه كان الحديث في بنود المؤتمر يتعلق بوضع إلا الدولة العراقية. أوكي. يبقى سؤالان إذا توفر الوقت. السؤال الأول يتعلق ب ما تحدث عنه السيد رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي حين تحدث عن السلام وضرورة الحوار، وقال كفى حروبا نريد السلام.
هل الاتجاه باتجاه السلام والحوار يمكن أن يذهب باتجاه إسرائيل مثلاً؟ هل حضرتك كرئيس مجلس نواب ليش تقرن عبارة السلام بهذا الكيان؟ يعني أولاً المقاربة مالتك مو صحيحة. الحديث عن السلام في الوضع العراقي، الحديث عن كفانة حروب داخل الوضع العراقي، الحديث عن استقرار العراق، الحديث عن أمن العراق، المقاربة مال جنابك مو صحيحة. احنا نبحث عن سلام العراق وسلام دولنا، دول الجوار. أشكرك جوار العراقي. أشكرك على تقييم مقاربتي، ولكن السؤال لا يتعلق بهذا. الرئيس تحدث عن السلام. أجبتك عن السلام في العراق. لا، الرئيس تحدث عن السلام وعن الحوار، وأنا سألتك كرئيس مجلس نواب، نعم، هل تؤيد أن يمتد السلام باتجاه التطبيع مع إسرائيل؟ لا، لا تطبيع مع هذا الكيان الغاصب. نعم. أبدا، سواء أنا بالسلطة سواء احنا خارج السلطة، العراقيين لن يمدوا يدهم إلى الإسرائيليين أبداً. أوكي. أبداً. قد نختلف بتوجهاتنا. قسم من عندنا بالعراق قومي وقسم إسلامي، لكن اثنيننا نتفق على أنه فلسطين حرة عربية إلى الأبد. ممتاز. أيضاً السؤال الأخير. السؤال الأخير الذي طرح حول ربط هذه المؤتمرات التي تحصل بقرب خروج القوات الأمريكية من العراق، الذي على ما يبدو بات مؤكداً في آخر العام الحالي. تأكد الأمر يعني في خروج للقوات الأمريكية؟ الاتفاقية الاستراتيجية، اتفاقية الإطار الاستراتيجي أكدت على خروج القوات القتالية الأمريكية في نهاية هذا العام. يبقى فقط المدربين وبطلب عراقي. لازلنا بحاجة إلى المدربين، لازلنا بحاجة إلى الخبرات الفنية، لازلنا بحاجة إلى المستشارين لإعادة بناء قدرات القوات العراقية وعدم تكرار ما حدث في عام 2011. أوكي. طيب، دعنا نختم بسؤال عن المال. تحدث سيادة رئيس الجمهورية عن خروج. سؤال أنت وين تشتغل بيا قناة؟ الآن أشتغل هنا. تحدث، اسمح لي، تحدث سيادة رئيس الجمهورية عن خروج 150 مليار من أموال العراقيين نهبت فسادا كما حصل في لبنان. نعم. وحسب ما فهمت في مشروع قانون في مجلس نواب للملاحقة كان. نعم. وأيضا عم نحكي من 2003 حتى اليوم، وفق الإحصاءات التي أكدها سيادة الرئيس، 2000 مليار عدنا دولار. عدنا بالعراق. عدنا بالعراق. خلي أقول لك، عدنا بالعراق رغبات الآمر أوامر، فما له رئيس الجمهورية طلب من مجلس النواب المضي بالتشريع، سنمضي بالتشريع وإجراء التعديلات إذا تطلب الأمر. أوكي. نعم. يعني بتمنى نخلص من كلمة سا، لأنه نفذنا، يعني دائما نسمع الأجوبة. التشريع التشريع مثل هذه القوانين يحتاج إلى 3 أشهر. مجلس النواب دخل في الحيز الانتخابي، والسيد رئيس الجمهورية بعث القانون قبل شهر إلى مجلس النواب. أوكي. السؤال المالي. السؤال المالي. نعم. يعني أمس وأول من أمس جلنا في بغداد، أين ذهبت الأموال 2000 مليار دولار؟ أنا جئت آخر مرة إلى العراق في الحرب، وكان الوضع مأساوي، وكنت أنتظر بعد أكثر من 17 عاماً، 18 عاماً، أن أرى الشوارع وأرى الأبنية وأرى المؤسسات والبنى التحتية والفنادق. أين ذهبت الأموال عملياً؟ يعني ماذا ستقول للناس، ستقولون للناس الآن، خصوصاً أنه كان يتحدث سيادة الرئيس قبل قليل أنه تأمين فرص عمل لناس ليس لديهم عمل في بلد غني كالعراق؟ يعني مقدماً الحديث بهذه الأرقام يحتاج إلى إعادة نظر به. أنه موازنة الدولة العراقية سنوياً في أحسن حالاتها لا تصل إلى 100 مليار دولار. الإنفاق الفعلي في كل سنة بحكم الإيرادات التي تتحقق لا يتجاوز 80 مليار دولار. 80% من إنفاقنا، ويصل في بعض الأحيان إلى 90%، هو إنفاق تشغيلي على الرواتب. مشكلتنا في الدولة العراقية، نعم الفساد موجود، أقر أنه أكون هنالك فساد ويحتاج إلى معالجة، لكن من ما تشوف مؤسسات، ما تشوف بنايات، ما تشوف استثمارات، لأن موازنتنا تروح تشغيلية ما تروح استثمارية. يحتاج أن نفعل الاستثمارات سواء كانت من الموازنة الاتحادية أو باستقطاب يعني رؤوس الأموال. وأتفق معك كما يتفق الكثيرين على ضرورة إيجاد معالجات حقيقية لمشكلة الفساد اللي ضربت مؤسسات الدولة العراقية، وحلها يكمن ب يعني إشاعة روح أو الولاء للوطن. بصراحة
في فترة من الزمن غابت هذه الروح عن كثير، أو عن ما أقدر أقول عن كثير، عن أفراد عملوا في مؤسسات الدولة العراقية ما كان عندهم شعور انتمائهم لوطنهم، وكأنه جاي في ميشن أو في مهمة كوزير أو كمسؤول سنة سنتين ثلاثة أربعة ويدير وجهه ويمشي. فالعمل جاري على معالجة هذه الأمور. أشكر لك سعة صدرك. كم ثروتك الشخصية؟ هل يمكن أن تقول لنا اليوم؟ أنا أجاوبك بشكل واضح وصريح، هسا أتزودك بنسخة من كشف الذمة المالية، ولكن معلومة جنابك يجوز ما واصلتك. أنا رجل أعمل بالقطاع الخاص قبل ما أدخل إلى يعني المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، المؤسسة السياسية، وكثير من عملي يعني فقدته بسبب دخولي إلى هذا العمل السياسي. أتمنى لك التوفيق في قناتك. شكرا جزيلا. وأتمنى أن تنتقل إلى قناة أخرى أكثر حيادية. شكرا لك. شكرا. أكثر حيادية. شكرا لكم. شكرا لكم.